كنستغلوا هاد الايام ديال يومي السبت والاحد لترويح للنفس من خلال ممارسات الرياضه. وكما هو معلوم ان مدينه طنجه يعني عندها واحد الواجهه البحريه معروفه بالهواء النقي، كذلك منتزهات طبيعيه كما مثلا منتزه الرميلات، منتزه السلوقيه، منتزه المنار. ومن خلال يعني هذه الثروه الطبيعيه اللي كتحظى بها مدينه طنجه، فاننا يعني بعد اسبوع شاق من العمل والضغوطات ديال العمل او الدراسه وهذه، فاننا يعني كنستغلوا هذ اليومين يعني في ممارسه الرياضه وتغيير الجو والابتعاد على الضوضاء ديال المدينه والتلوث وداك الشيء. ولهذا يعني نحن نواظب كثيرا لممارسه الرياضه يومي السبت والاحد. بالنسبه للرياضه طنجه كنقوموا كل سبت واحد، كنخرجوا باللونطريمه كنمشيو لجهاد اشاقر رميلات، نقوموا بعض التمارين اللي كيساعدونا في المسابقات على تحسين المستوى ديالنا ونطولوا ان شاء الله في هذا المسيره ان شاء الله. مكرناش كنعملوا تما الرياضه انا وصحابي، وكنهبطوا المرقاله وكنمشيو نعشابه وكنمشيو نكامبو، يعني كنتريدو كنبقاش غير جالس. كل سبت حد كنعاود نعمل رياضه انايا حتى كتجيني قريبه بزاف، كنسكن غير هنايا في مدينه القصبه، كتجيني قريبه والرياضه مزيانه وصافي. الجو مزيان بزاف، قدام بحار وهذا مزيان بزاف. السلام عليكم، مصطفى العميري، بطل المغرب سابقا، وحياتي كامله جوسه في الرياضه ملي كنت صغير، ودابا كندرب دراري ملعب مرسان، والايام الاخرى كنديهم من الرميلات وكنديهم من واحد المرقاله، المهم جميع الاماكن ديال اللي كتكون صالحه للرياضه. تقريبا كل السبت والحد كنحاولوا نهرسوا الروتين ديال العمل، ثم كتعرفوا الحياه اليوميه متسارعه، كنحاولوا السبت والحد نزيدوا نعملوا الرياضه وهذا. ودابا الحمد لله طنجه كتوفر على واحد الكورنيش اللي كيضم تقريبا اكثر من 5 كيلومتر، وخاصه الكورنيش اللي مطل على مرقاله، اللي هو كيعطي واحد الامكانيات ممارسه مجموعه من الرياضات، خاصه رياضه المشي او الجر. وكما معلوم كاين منتزه ديال مرقاله ديال الرميلات، اللي هو كذلك حاليا مجهز مجموعه من الاليات اللي يقدر الانسان يمارس فيه مجموعه من الانشطه الرياضيه، وهذا كيدخل في اطار بنادم يحاول يحافظ على الصحه ديالو. والحمد لله كنحاولوا نستغلوا هذا الجو الجميل اللي كيعطيه يعني كيشجع الرياضه، وفي هذه المباراه كنقول الانسان يحاول يمارس الرياضه ويحاولوا يبعدوا على المسائل اللي هي خاصه دابا كاين المسائل الالكترونيه، وهذا انسان كيعطي للخمول ويحاول يستغلوا هذه الاجواء الرياضيه الجميله. بون على الرياضه، بون بصفه عامه انا كنظن الرياضه يعني رجعت شي حاجه دوبليغاتوار بور لا بيرسون، حيت اذا ما طريتش ما يقدرش يخدم انكور، اذا ما كانش سبورتيف يم بي با سوبورتي يعني دي زور دو ترافاي سوبليمونتير. بحال دابا انكور سبورتيف يقدر يخدم 12 13 14 ساعات، ولكن شي واحد اللي ما كيطريتش كيخدم 6 ساعات كيعيا، بحال اون فواتور سوليد كضرب طريق خفيفه دغيا كتعيا. دونك الرياضه المساله رجعت ضروريه، ما بقاتش غير على الاستيتيك حتى الصحه بنادم، اللي كنقول الصحه صافي دير لي زورغان ديال الجسم كلهم يخدموا هذا. وباش دير الرياضه خاص تكون عندك اون فولونتي سوليد، حيت ماشي ساهل باش تسمح في كل شيء وتجي طريت تلبس تاخذ الوقت. وكنظن الرياضه شي حاجه مهمه للانسان، حيت في النهايه علاش كنعيشوا؟ علاش كنخدموا بزاف وكنعيشوا وكنخدموا وكندمروا باش نعيشوا مزيان؟ ولكن خاص نتهلا في هذا الجسم اللي هو المراد ديالو هو باش نعيش مزيان، خاص نتهلا فيه فوالا. وهذا ليسباس ان ليسباس مهم بزاف بالنسبه للناس اللي كيتريدوا، وكنظن كاين بزاف ديال الاقبال في السبت والحد، وكنظن حتى من غير السبت والحد كاين الاقبال اللي كيكون الجو مزيان وداك الشيء. وشكرا.